ننتقل الآن مشاهدينا إلى مكة المكرمة لمتابعة مؤتمر قيادات قوات أمن الحرم. كافة الأعمال المؤثرة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، تكثيف الحضور الأمني والميداني بما يضمن سرعة رصد كافة أنواع الحالات والملاحظات الأمنية والاستجابة السريعة بالإجراءات المناسبة حيالها، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع الجريمة ومكافحة النشل أو أي ظواهر سلبية تؤثر على أمن وسلامة ضيوف الرحمن. تطبيق مبدأ الوقاية والسلامة لحجاج بيت الله الحرام من خلال دقة التفويج سواء داخل المسجد الحرام أو المنطقة المركزية أو المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى العمل على ضمان توازن حركة المرور في مراكز الضبط الأمني وفي مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها. أيضاً تكثيف التواجد الأمني في مراكز الضبط الأمني لمنع المخالفين ومنع أيضاً المتسللين أو ناقلي الحجاج غير النظاميين، وإدارة وتنظيم حركة المرور على جميع الطرق والمناطق المحيطة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة لضمان انسيابية حركة المشاة والمركبات وإدارة التقاطعات الرئيسية وإدارة وتشغيل حجز السيارات واستخدام حافلات النقل العام، بالإضافة إلى صرف تصاريح المركبات للدخول للمشاعر المقدسة، والذي اعتبارا من مساء البارح تم أيضا مباشرة الزملاء في المرور لمنع دخول السيارات الغير مصرح لها إلا بتصاريح مصروفة من الجهة المنظمة لذلك. في هذا السياق أنا آمل من ضيوف الرحمن التقيد بالتفويج لرمي الجمرات والذهاب للطواف الإفاضة أو طواف الوداع، وهو مرتكز الخطط التي وضعت للحفاظ على أمن وسلامتهم أثناء أداء ذو النسك. هناك عقوبة مقررة لكل من يحاول الدخول إلى مكة المكرمة في مراكز الضبط أو المشاعر المقدسة وهو لا يحمل التصريح النظامي ب10,000 ريال وفقاً للتعليمات والسياسات المنظمة لها. أيضاً هناك عقوبة على الناقل للحجاج غير النظاميين والزملاء في مراكز الضبط الأمني يعملون الآن على الضبط جميع الناقلين للحجاج غير النظاميين. باشرت القوات الأمنية جميعاً في وضع طوق أمني اعتباراً من هذا اليوم على كافة محيط المشاعر المقدسة، وسيتم منع جميع الحجاج أو جميع المخالفين، وفي هناك إحصائيات سنشير لها بعد قليل عن ما تم ضبطه في الأيام الماضية. تم ضبط حوالي 63 حملة وهمية على مستوى المملكة، والزملاء في كافة شرط المناطق والقيادات العامة وفي منطقة المركزية وفي منطقة مكة المكرمة يوالون أعمالهم لحظة بلحظة لمنع أي حملة وهمية سواء من خلال نصب الاحتيال أو التدليس أو التضليل، لمن أراد أن يحج حج نظامي عليه الذهاب إلى المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الحج. تم ضبط 288 مواطن ومقيم مخالف لأنظمة الحج وطبقت العقوبة المقررة عليهم ب10,000. تم ضبط ناقلي حجاج غير نظاميين 8 أشخاص سعوديين ومقيمين، وطبقت العقوبات المقررة عليهم نظام بالتنسيق مع الزملاء في الجوازات. مخالفي أنظمة الإقامة وأمن الحدود في مكة المكرمة تم ضبط 2,062 شخص مخالف لأنظمة الإقامة وكانوا يخططون لأداء شعيرة الحج بشكل غير نظامي. تم إعادة 99,792 مقيم لم يحصلوا على التصاريح اللازمة لدخول مكة المكرمة، وتم إعادة 69,663 سيارة أيضاً كانت مخالفة وغير مصرح لها، وتنقل أيضاً عاملين غير مصرح لهم أو حجاج غير مصرح لهم. يوجد الآن العدد يمكن لاحظ في المنطقة المركزية في كثافة عالية في المسجد الحرام نتيجة لتدفقات الحجاج، متوقع أنه خلال اليومين القادمة يكون جميع الحجاج في مكة المكرمة استعداداً ليوم التروية. وختاماً أعلن
عن جاهزية جميع القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في اللجنة الأمنية وقيادة قوات أمن الحج سواء في المنطقة المركزية أو المشاعر المقدسة، عن الجاهزية التامة لخدمة ضيوف الرحمن، متمنيا لحجاج بيت الله الحرام أداء نسكهم في ظلال من الأمن وفي موفور الخدمات المقدمة لهم من كافة الجهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معاليك. يتفضل الآن سعادة اللواء ركن محمد بن مقبول العمري قائد قوات الطوارئ الخاصة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. يسعدني أن ألتقي بكم وبالسادة المشاهدين لإلقاء الضوء على مهام قوات الطوارئ الخاصة، وهي أحد قطاعات رئاسة أمن الدولة التي تشارك بشكل فاعل في منظومة الأمن لحفظ أمن حج هذا العام. انطلاقا من حرص حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد يحفظهم الله، عملت القوات لدينا على إعداد الخطط التشغيلية والتفصيلية والتنظيمية التي تنبثق من الخطة الرئيسية أو الخطة العامة للحج، التي تهدف جميعا إلى تحقيق الحج الآمن وبيسر وسهولة. تشارك قوات الطوارئ الخاصة في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وفي كافة المواقع التي ينتقل إليها الحجيج، فهي تعمل في كافة المحاور على توفير عدة اعتبارات: أمن الحجيج أولاً، سهولة حركته انتقاله حتى يشعر بالراحة والاطمئنان. فعلى سبيل المثال في المسجد النبوي تشارك قوات الطوارئ الخاصة في إدارة الحشود حول البقيع، وقوة داعمة ومساندة للجهات الأمنية التي تنظم حركة الحشود حول المسجد النبوي، أيضا حول المسجد الحرام وبالتحديد في الساحة الجنوبية. والمسجد الحرام يشارك فيه عدة جهات من قطاعات الأمن العام وقوات الطوارئ الخاصة، في جزئية الجهة الجنوبية تشارك أيضا في تنقل الحجاج من الطرق المؤدية ومحطات النقل العام إلى المسجد الحرام، بحيث تعمل على نقل الكثافات وتخفيف الازدحام من منطقة إلى أخرى وفق المعطيات، بحيث يؤدي الحجيج فريضته في كل يسر وسهولة. أيضا قوات الطوارئ الخاصة تعمل على توفير الأمن والحماية للرؤساء وضيوف الدولة، وخلال مرحلة الحجيج قوات الطوارئ الخاصة تكون متواجدة في كافة المحاور، فهي تشارك أولا في الطوق الأمني الذي ذكره صاحب المعالي مدير الأمن العام في منع من يرغب أن يصل إلى المشاعر المقدسة وبالتحديد عرفة بدون أن يحصل على التصريح المسموح له بأداء فريضة الحج. أما في المشاعر المقدسة فتتواجد القوات، ولا نسهب في الحديث عن مهامها، فهي ثلاث محاور: أمن الحجيج، سهولة انتقاله، تقديم المساعدة له، فهي تنتقل معه منذ تواجده يوم التروية في مشعر منى حتى انتقاله ونفرته إلى عرفات، فهي موجودة حول جبل الرحمة والساحات المؤدية والطرق المؤدية إليه، كذلك في مسجد نمرة تؤمن المسجد للأشخاص المسموح لهم بالدخول، كذلك حركة الحشود حول مسجد نمرة.